الأمطار خير وبركة، واسقي بها البلاد والعباد، اللهم آمين يا رب العالمين. هكذا يا الحفل الكريم ينطلق خامس الأشواط في هذه الفترة الصباحية ضمن الأشواط المفتوحة، وتيوتا ستيشن بالانتظار للفائز بالمركز الأول هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، حيث نسير بحضراتكم مباشرين التحية والعمل نحو انطلاقات هذا الشوط وهذه البداية الأولى. مشاهدينا الكرام، شديدة تتقدم، تعود ملكيتها لهجني زعبيل، بينما في عملية تضمير راشد بن محمد بن روشد، كما نرحب بسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم حاضرا بسعيد هذه الانطلاقات، ويا مرحبا ويا مسهلا في أرضية هذا الميدان. بينما المركز الثاني في هذه اللحظات نتقدم مع وجود وهايب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، عملية تضميره وتدريبه تعود إلى المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير. أما المركز الثالث ننتقل إلى شعار مؤسسة هجن الرياسة، حيث تتقدم من خلال مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات وتسير بقيادة المضمر محمود من محمد الوهيبي، هنا في هذه اللحظات سارت إلى المركز الثالث. المركز الرابع، هناك مشاهدي الاعزاء هملونة تعود ملكيتها كذلك لهجن الرياسة، تتقدم إلى المركز الثالث، عملية التضمير والتدريب تعود إلى المضمر علي بن جميل الوهيبي. والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت الجساسية، الجساسية تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر جابر بن سالم بن فاران المري. مشاهدينا الكرام، حيث تتقدم إلى المركز الخامس، هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. مشاهدينا الكرام، حيث يحتضن هذا الشوط أكثر من 20 مطية مشاركة في تنافس هذه اللحظة وفي لقاء هذا التحدي الجميل والواضح في أرضية ميدان التحدي. في ختام الختاميات في ميدان الشحانية، نعود إلى بداية الشوط ونعود إلى المتقدمة، هناك العملاقة حيث تتقدم. مشاهدينا الكرام، شديدة شديدة شديدة، وتعود الملكية لهجن زعبيل التابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، حيث تسير إلى المركز الأول والمضمر المتألق راشد بن محمد بن مروشد. بينما المركز الثاني وصل مشاهدي الأعزاء إلى وجود شهد من تحتل المركز الثاني، المركز الثاني شهد التابع لهجن الرياسة، حيث يتقدم علي بن يميل الوهيبي في المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث، المركز الثالث نتابع كذلك من هجن الرياسة وبقيادة المضمر محمود بن محمد الوهيبي، يتقدم إلى المركز الثالث ليقدم كذلك لنا شعار هجن الرياسة. بدور هي من تتقدم إلى المركز الثالث. أما المركز الرابع، الجساسية تتواجد التابعة لهجن الشحانية، بينما الشبل من يتابعها هناك جابر بن سالم بن فاران المري. أما المركز الخامس اللي وصلتنا من خلاله وعود، وهنا الوعود تتقدم لهجن الشحانية، سلطان بن محمد الوهيبي العملاق يتقدم، ولكن هنا تقدم آخر في هذه اللحظات، حيث وصلت، حيث تقدمت مصيحة التابعة لهجن الشحانية المضمر المتابع سالم بن فاران المري. هكذا مشاهدين الأعزاء تسير أحوال هذا الشوط في هذه الأجواء الماطرة الماطرة، ونحن نسير لنتقدم بحضراتكم في يوم من أيام التحدي، يوم من أيام منافسات الكبار في هذه اللجنة العملاقة، في هذه اللجنة التي ستشهد من خلالها في تاريخ سباقات الهجن بكل ما أوتيت من تحدي وبكل ما أوتيت من قوة واندفاعة وكذلك دعم كبير لوجستي في انطلاقاتها في كل ميادين السباق.
عودة إلى البداية وعودة إلى صدارة الشوط، ولا زالت شديدة، لا زالت شديدة، هي من تفرض الصدارة، هي من تفرض القوة والجبروت على ناموس الشوط. شديدة التابعة لهجن زحبيل حيث تتقدم هنا من خلال هذه اللحظات، من خلال هذه اللحظات بقيادة المضمر المتألق راشد بن محمد بن مروشد، تطوي سجلات الأربعة كيلومترات وهي متفوقة ما شاء الله تبارك الله. أداء جميل، أداء راقي تماما في انطلاقة هذا الشوط. أما المركز الثاني ننتقل مباشرين العمل هناك، ومع وعود وصلت خذ المركز الثاني في يوم من أيام الوعد يا الوهيبي، تنتقل لهجن الشحانية يضمرها العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث الآن وصل شعار هجن العاصفة، وصل شعار هجن العاصفة، هذه سحايب وامطرينا يا سحايب وامطرينا يا سحابة. هنا وصلت احتلت المركز الثاني الآن لهجن العاصفة يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير، ولكن اللي وصلت شهد والشهد والشهد احلى من العسل، وصلت لهجن الرياسة يضمرها علي بن ميل الوهيبي الظافر، تقدم الى المركز الثالث. بينما نشوف رابع المراكز هناك تقدم في هذه اللحظات من وجود مصيحة لهجن الشحانية، يتقدم من خلالها سالم بن فاران المري الى المركز الرابع في هذه الانطلاقات الصباحية لسن الثنايا. هذه الاربعة ايها الحبل الكريم اللي تتربع على عرشي وناموسي هذا الشوط. بينما المركز الخامس هناك وعود لهجن الشحانية والمضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. هنا في هذه اللحظة وصلنا الى مشاهدينا الكرام الخمسة كيلومترات تنقضي وتروح وتذهب، ولكن تظل شديدة، هي المسيطرة، هي المتقدمة حتى هذه اللحظات على كل الأسماء وكل الشعارات. شديدة لهجن زعبيل تتقدم من خلال هذه المؤسسة العملاقة كذلك، حيث حققت الرموز وحققت الانتصارات في الميادين. هنا تتقدم إلى المركز الأول بقيادة المتألق راشد بن محمد بن مروشد. هجن زعبيل على المركز الأول هناك في صدارة الشوط، والمقدمة والمقدمة لا زالت تتحدى، وهنا تفرض العضلات في المركز الأول مستبشرة الخير، مستبشرة الناموس على المركز الأول. بينما نعود إلى سحايب من تحتل المركز الثاني، وخلينا حبايب يا سحايب، وصلت على المركز الثاني لهجن العاصفة المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير، يتقدم ليقدم سحايب في هذه المشاركة لشعار هجن العاصفة. أما المركز الثالث تتواجد من خلال شهد في هذه اللقاء، شهد لهجن الرئاسة، تصل مشاهدينا الكرام معلنة كذلك عن حضورها مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. أما المركز الرابع فتصل من خلال مصيحة التابعة لهجن الشحانية، ويأتي سالم بن فاران المري مضمرا منطلقا كذلك مع هذا الاسم الآخر. أما المركز الخامس وصلتنا في هذه اللحظات زوبعة لتعمل زوبعة التابعة لهجن الشحانية، التابعة لهجن العاصفة يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. بدأت الأسماء تظهر والشعارات تروح وتذهب إلى مقدمة الشوط، إلى تنافس التحدي، إلى منافسات الكبار، إلى منافسات مميزة. الكل من المضمرين مجتهدا لأن يحصد الألقاب ويحصد النقاط، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول والاستمرارية. لا زالت هناك الأمور بين مسحة تسحب المركز الأول من شديدة، سحبت صدارة الشوط لهجن العاصفة والمضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير هناك مشاهدين الكرام. لكن تعود شديدة إلى المركز الأول، تعود شديدة إلى صدارة الشوط لهجن زحبيل المضمر المتألق راشد بن محمد بن مروشد. هنا تأتي الخبرات مع الشباب لتمتزج، لتبحث عن الناموس في كل مكان، لكن عادت سحايب من جديد إلى المركز الأول لهجن العاصفة يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني شديد لهجن زعبيل يضمر راشد بن محمد بن مروشد. أما المركز الثالث فننتقل إلى زوبعة، زوبعة زوبعة لهجن العاصفة والواثق حمد بن راشد.
بن غدير في عملية التضمير. مصيحة لهجن الشحانية وأيضا من سالم بن فاران المري تتربع على المركز الرابع، بينما المركز الخامس مشاهدينا الكرام هناك بدور لهجن الرياسة يضمره محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. نعود إلى الكيلو الأخير، نعود إلى الكيلو الخطير، وصلنا له وراحت سحايب تير الشوط في هذه الانطلاقة. الله يا سحايب يا سحايب لهجن العاصفة في هذه اللحظة في هذا الموقع مع المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. لكن يا سلام اللي وصلت وراحت وتقدمت الشاردة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. يا سلام على المضمر الجنتلمان ياتي احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يفاجئنا في اللحظة الأخيرة في اللحظة المثيرة. ها هي مشاهدين الأعزاء الشاردة، ولكن من خلال هذه اللحظة وصلت مشغلة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان المضمر محفوظ من خميس الغيلاني. لكن عودة إلى الشاردة هنا وصلت مع 800 متر الأخيرة انتزعت المركز الأول. سلوم ميدان التراث، هنا الشاردة يا الحفل الكريم تنتزع المركز الأول، تنتزع الناموس. تحية والسلام واحترام لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان مالك الشاردة حيث تقدمت انتزعت المركز الأول. وتهانينا للمضمر الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. سلوم لهالي العين، سلام لهل سويحان ميدان التراث. المركز الثاني وصلت من خلاله بدور الهجن الرئاسة. المركز الثالث لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. المركز الرابع هنا هجن الشحانية وصلت لتقدم لنا الجساسية. أما المركز الخامس وصلت من خلال السحايب لهجن العاصفة حيث سحبت خامس المراكز في نهاية مطاف هذا الشوط. هكذا يا الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء في كل مكان الخمسة مراكز أولى حيث تتقدم من خلال هذه الإشارة، ولكن هناك الشاردة هي منتزعة المركز الأول فاجأتنا في اللحظات الأخيرة وانتزعت المركز الأول لتعلن عن حضورها وبكل قوة وتنتزع المركز الأول انتزاعا في هذه اللحظات لتسجل مع مضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي إنجازات مميزة ومستحقة لمالك هذا الشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان حيث تقدمت وخذت المركز الأول على حساب الجميع. وتوقيتها الزمني من خلال هذه اللحظات 12 دقيقة 13 ثانية و19 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لأبو هزاع سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وإلى المضمر الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، بينما وصلت بدور في المركز الثاني. توقيتها الزمني 12 دقيقة 21 ثانية سبع أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وللمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي.